السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم البنات جيت نسلم معكم واحد الجيني اللي كيلبسوه البنات الصغار او حتى الكبار، كيتلبس فوق اي حاجه كترمي غير هكذاك، ما عنده لا صديفات لا حتى شي حاجه، كيكون غير بحال الكاش. وكنتمنى يعجبكم، واللي عجبته القناه ديالي اللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وشكرا لكم الاصدقاء ديالي للقدام الجداد اللي غيدخلوا معايا جداد ان شاء الله، وشكرا على التعليق ديالكم الزوينين، وهانتوما معايا ان شاء الله من الاول ديال الفيديو حتى الاخر، وشكرا لكم مره اخرى. يعني رجعت معكم البنات باش نفصل الجيلي اللي قلنا. هذا الطريف ديال الثوبه البنات، هذا الطريف غير بقى ليا، قلت علاش لا ما ندير فيه شي بياسه باش نوريها لكم. وهذا الطرف البنات فيه متر و80، هنايا فيه متر و80 هكذا، وفي هنايا فيه 60 سنتي. غنديروا فيه الجيلي ديال بنيه صغيره ديال 11 12 عام تقريبا، بلا ما نضيعوه. غادي نحل هنايا، غادي نفرقوا على جوج، هذا غادي نحلو من هنا غنفرقوا على جوج كما كتشوفوا. غادي ناخذ البنات هذا الطرف، هذا غادي ناخذو غادي نقصو شويه في العرض، واحد شويه باش يجي واحد يجي ديال الطرف ديال القدام يجي كبير على ديال اللور. غادي نقص دابا هذا ديال الطرف ديال اللور، هو اللي غنقص منه ديك 3 سنتيم في العرض تقريبا. يمكن ما قلت لكم هذا غير بقى ليها الطريف ديال الثوب. غادي نطوي دابا هذا على جوج، هذا الطريف ديال اللور دابا غادي نطويه على جوج كما كتشوفوا. قلت لكم فيه 60 سنتيم، نقصت منه ديك 3 سنتيم تقريبا، غتبقى فيه ديك 57 حتى 56 تقريبا. غنطوي هذا على جوج وغنطوي هذا. هذا دابا اللي كبير البنات غادي نحلو من هنا، لان هذا غيكون جوج طرفه ديال القدام. هذا غادي نحلو من هنايا بحال هكذا كما كتشوفوا. هذا هو ديال القدام البنات، غادي ندير ليه بحال هكذا هنايا، لان قلبتو هنا ان قد. وهذا ديال اللور هو اللي غادي نحط فوق منه بحال هكذا كما كتشوفوا معايا. هانتوما كيبان لكم دابا واحد كبير وواحد صغير. دابا هذا اللي كبر من هذا، ها الحد ديالو هو هذا. دائما دوك الربعه ديال القدام البنات راه كيجيو كبر على اللور كما كتشوفوا. نحاولوا نقدوه ما كيتزلق واحد شويه باش يجي كلشي هو هذاك. دابا البنات غادي نعبر الكتاف. الكتاف ديال هاد البنيته عندها 38 في الكتاف، ولكن غندير لها غير 36 البنات، لان الجيلي ديما ما كيجيش على العظم ديال الكتف نيشان. 36 الا قسمنا كتعطينا 18، هي هادي كنقسموا ديك الكتاف اللي قسمنا على جوج عطانا 18، الا 36 قسمناها تتكون 18. كنهبطوا هنايا البنات هذيك 18 كنزيدوا ليها 4 ديال السنتيم، كتكون 24 سنتيم. غادي نعبر 24 سنتيم تقريبا، هذا هو السدر ديالها. الا كانت البنيته عامره كنديروا هذا المقياس. دابا انا غادي لها غير 22 سنتيم، علاش غناخذ ليها السدر هو هذا، لان عندها في الكتاف في السدر البنات عندها غير 40 سنتيم. العبار ديال هاد الجيلي يعني طي صغيره غير اس، هذا طي اس. غندير ليها 40، الا قسمناها 40 في النص، والا قسمناها تكون 20، يعني 80 ضايف. كنهبطوا البنات بديك 55 سنتيم بحال هكذا، كنلقاو لي هونش ديال البنيته عندها هذا 22 سنتيم في لي هونش. والحزامه البنات راه عندها بحال الحزام بحال الصدر، كنزلو ب 38 سنتيم، كناخدو الحزام كنلقاو فيه حتى هو 40 سنتيم بحال هكذا. كنطراسيو التركيز ديالنا هو الاول بحال كيما كتشوفوا هو هذا، وهنا هو الصدر ديال البنيته. كنجيو داخلين حتى لعند الحزام، وكنخرجوا لعند لي هونش بحال هكذا. هنا في الكتاف كنرميو الكتاف ب 3 سنتيم كالعاده، كنرميو 3 سنتيم. وهنا ما كنديروش البنات 8 سنتيم، لان قل هاد لاج دابا كنديروا ليه غير 6 حتى 7. انا غندير 7 سنتيم، لان الجيلي ضروري تيكون شي شويه
الرقبه ديالو دوره العنق كتكون شي شويه واسعه هو هذا، وكنزل بشوش سنتيم كالعاده. ودابا غادي نفصلو الماء، غنقطع التركيز ديالي هو الاول، وغنقطع ديك 3 سنتيم حتى لحد دوره العنق. كنوصل لحد دوره العنق تنزل بجوج سنتيم وكنمشي بطريقه دائريه البنات. هنا كما كتشوفوا هنايا البنات هو تحت ديال الجيلي ديالنا، راه كان داكشي اللي فيه اللي كنخليو فيه دابا 27 سنتيم في الرباع، كنطراسيوه من هنا من لي هونش حتى لهنايا حتى القنت لتحت كله، كنخرجوا في التحت خاوي حتى لي هونش هكذا، كنخليو غير سنتيم ديال الخيطه الجيلي ديالنا بحال هكذا. وحنا غاديين كنفصلو، التركيز ديال الجيلي ديالنا البنات راه ما تيكونش كبير بزاف. هنا كندخلو على ديما على العاده كندخلو بسنتيم تقريبا، لا في اللور لا في القدام، ماشي بحال اللباس القريب. هنا البنات راه كنديرو ديك اللعيبه اللي كنا ديما كنقول لكم تنديرو بحال هكذا، كنجيبو الجناب للوسط بحال هكذا. هذه هي الطريقه السليمه البنات باش تقدوه من تحت، انتما كتشوفوا واحد كبير واحد صغير انتما. كنطلو بحال هكذا عليه واش مقاد، الا فيه شي حاجه كنقادو فيه واحد شويه ماشي بزاف. كنجيو عاوتاني البنات لهنا لهاد شويه اللي خلينا باش يجي واحد الطرع على الاخر، لان غادي نديرو ليه واحد، غادي نجمعو شويه لداخل من هنا ضروري كيكون بحال هكذا، كنقادو مزيان قبل ما يتسرجا. الثوق ديالو البنات راه تيكون في هو ما تيكونش داير، على حسب داكشي اللي بغات مولاتو بغاتو في. كاين اللي كيديرو داير، ولكن من الاحسن الجيلي اللي كيتلبس فوق هذا، غيتلبس فوق السره والفوق الجين فوق لاطوال. هنا كندير ليها 18 سنتيم بحال هكذا كما كتشوفوا عفوا. كنديرو 18 سنتيم بحال هكذا البنات، ولكن ما كنخليوش ليه القنيت هاد الكوان دابا ما كنخليوه، كنجيبوه بطريقه دائريه بحال هكا. تنوصلوا الحد ديال داك 18 كنجيبوه بطريقه دائريه كما كتشوفوا، ما نديروش ليه ديك القنت. ها انتما كما كتشوفوا كيجا جا داير بحال هكذا، وهكذا فصلناه. هذه هي الفصاله ديالو البنات، بقاو معايا حتى نخيطوا ان شاء الله، وغادي نشوفوا جميع، غادي نخيطوا معكم وغادي نشوفوا الطريقه ديالو. راه ساهل هو في الصاله، لا ساهل في الخياطه، بقاو معايا حتى الاخر باش انا رجعت معكم البنات باش نخيطوا الجيلي كما قلت لكم اللي فصلنا من قبل. هو هذا غادي تشوفوه معايا من الاول حتى الاخر، هو راه ما كيديش بزاف الوقت البنات، وها انتم معايا. انا رجعت معكم البنات باش نخيطوا الجيلي اللي فصلنا جميع، قلت لكم غادي نخيطوه جميع. هو هذا هو راه ما كيديش الوقت بزاف البنات، هذا الطرف ديال اللور هو هذا، وهادو الربوعه ديال القدام هذا وهذا. كناخذوا هاد الطرف ديال اللور دابا بحال هكا، كنحطوا الوجه للفوق ديال الثوب، وهذا هو الكفة. كنحطوا الوجه، كنحطوا الوجه ديال الربوعه على هذا كما كتشوفوا، وكنجمعوا الكتف هما الاولين. كما قلت لكم راه ما كيديش الوقت نهائيا. غادي ندوز دابا الخياطه على هاد الكتف وندوز الكتف الاخر. غندوز هاد الكتف الاخر حتى هو، دابا دوزت الكتف البنات. غادي نجي للتركيز، غادي نجمع فيه غير سنتيم تقريبا بحال هكذا كما كتشوفوا بحال هكذا، وغادي ننزل مع التركيز كله من الاول حتى الاخر. كنحلو الخياطه ديال الكتف باش تجي الفيلي مزيان. كما درت هذا التركيز غنديرو التركيز الاخر حتى هو بحال انتما كما كتشوف. كنوصلو فوق الكتف بحال هكا، كنحلو هاد الخيطه ما كنخليوهاش مجموعه البنات،
باش كتجي الخدمه متقونه. ملي كنخيطو التركيزه البنات كنجمعو الجناب بحال هكذا كما كتشوفوا، كنجمعو الجناب. وهاد الجينيه البنات راه عنده افتحات جناب صغار من هنايا، عنده جوج افتحات من هاد الجيو، افتحه هنا وافتحه هنا. الافتحات غادي نديرو ديك 30 سنتيم تقريبا اللي بغات البنيه. كناخذوا العبار ديال الافتحه 30 سنتيم، كنوصلوا 30 سنتيم كنحبسوها البنات. كنمشي للجهه الاخرى كنديرها بحال بحال. والجناب كما عرفتوا راه غير سنتيم. ملي كنقربوا الفتحه كناخذوا الجنب الاولاني، الفتحه الاولانيه كناخذوا ليها العبار على الفتحه الاخرى، باش اي حاجه 30 سنتيم اللي هنا تكون هنا، والا كان شي هف ولا شي حاجه باش يكونوا بحال 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 هنا بحال هنا. وكنحاولوا نشوفوا من تحت واش مقادين ولا لا. كنجيو لدوك الفتحيه البنات اللي درنا كنجمعوا فيهم سنتيم بحال هكذا كما كتشوفوا. بحال اللي درنا لهاد الفتحه البنات غنديرو لهاد بحال بحال كما كتشوفوا. الطريقه باش فينيناه هو هذا، كنجمعو هنا وهنا وكنحلو هادي اللي غادي نخيطو، وبحال بحال كي درت لهنا غنديرو لهنا عاوتاني. كنجمع سنتيم كما قلت لكم. كنوصل هنا كنحل الطرفه ديال الثوب. دابا البنات كملت الافتحات بجوج، دابا باش نخيط غادي نكفف لتحت، غادي نجمع لتحت. ومن هاد الفتحه دابا اللي درت من هنايا مناش غادي نجمع لتحت هنايا، وغادي نجيب دوره كله من القدام من دوره العنق وكله. ها نتوما كما كتشوفوا دابا كي غندير غنجمع دابا هاد الفتحه سواء اليمنيه ولا اليسريه اللي جات لكم بحال بحال، كنجمع فيها سنتيم بحال هكذا كما كتشوفوا او سنتيم ونص تقريبا. كنجمعوا هذا ديال القدام وكنردوا عليه هذا الاخر كما كتشوفوا. دابا البنات هذه البلاصه اللي غنخيط هو هاد الجهه اللي طالعه القدام. غادي دابا نمشيو لدوره العنق. غادي نمشيو حتى الفوق بهذه الطريقه، القياس اللي خلينا من الاول حتى الاخر. هذا هو داك الفي البنات اللي فصلناه هو هذا. دابا وصلت الفي، والا وصلنا الفي راه مع الثوب الاستيك تيعاوننا كنجبدوه واحد شويه بواحد الطريقه اللي ما يقدرش يترجل لينا. دابا حنا غادي فوق الكتف، انا دابا وصلت فوق الكتف هنايا وغادي ندور لدوره العنق. دابا انا وصلت الرقبه، فاش انا غادي دابا هذا مزوق ما غاديش يبان لكم فيه الزوق، ما غاديش يبان لكم مزيان. دابا وصلت فوق الكتف الاخر، غادي ننزل مع الفي من الجهه الاخرى من الجهه اليمنيه.
الى جيت لهنا كما قلت لكم الطريقه طريقه دائريه باش كنمشي هنايا. غنمشي دابا حتى لتحت، انا هابطه دابا مع القدم مع الجهه اليمين حتى لتحت. راه ساهله البنات وما كيديش الوقت نهائيا. دابا وصلت لتحت البنات، كنجمع داك الربع التحتاني كنجمعو بحال هكا حتى هو بسنتيموس تقريبا. عاد كنهبط عليه بالماكينه. دابا اللي بقى ليا في هاد الجيليه البنات، انتم راه ما داش الوقت بزاف البنات، اللي بقى ليا فيه هو داك الطرف اللوراني، هو اللي بقى فيه هو هذا الطرف اللوراني هو اللي ما تخيط. اشنو كندير البنات، كناخذ الافتحات ديالي كنقدهم مزيان باش باش ما تجينيش افتحه طالعه وافتحه نازله. كنقيسو مزيان على الاخر وكنجمعو بحال هكا، وعاده كنجمع وبحال اللي درت لهاد الجهه كندير هاد الجهه الاخرى. ملي كنقرب الافتحه راه كنقد عاوتاني، انتم غتشوفوا معايا كناخد عاوتاني الافتحه كنقادها مزيان. كنقولها بالنسبه للمبتدئات كتقادي الافتحات مزيان بحال هكذا، عاده كتجمعي باش يجيك مقاد، وإلا جاب الله فيه شي حاجه بحال هكذا فيه يقدر يجي اكثر من سنتيموس، راه كتجمعي شويه الداخل هنا باش تجيك العطفه هي هذيك. هانتوما البنات الجيلي ديالنا راه ما خداش الوقت نهائيا بزاف، الوقت اللي خدا راه قليله قليله بزاف. داكشي باش فصلته معكم وخيطته معكم في واحد الفيديو، لان عرفتوا غادي يشد الوقت. هو هذا هو البنات الجيلي ديالنا، هو كملنا دابا في الخياطه. غادي نصلحو وغادي نرجع نوريه لكم كيطلع في اللبسه كيدير واش هو هذا. بقاو معايا. هو البنات الجيلي كيطلع هو هذا، انتما كتشوفو. كنتمنى يعجبكم، واللي عجبتو القناة ديالي اللي ما مشترك معايا في القناة يشترك معايا ويفعل الجرس باش يوصلو كل جديد. وشكرا لكم الاصدقاء ديالي القدام والجداد واللي غيدخلوا معايا جداد. الى اللقاء، فيديو اخر ان شاء الله.